اتجاه الفخذ من الخلف على اثاره. طيب. اعتقد بان اثاره سمح او ذهب باتجاه بقدمه اليسرى باتجاه لمسة حارس المرمى، كما ذكرت هنا لا وجود لمخالفه، السقوط هنا يسقط هو مبكرا، اثاره يحاول السقوط مبكرا، ومن ثم جاءته انا اعتقد هناك صعوبه بارزه، وانا ميال اكثر بعدم صحه. خلينا من ميال كابتن. كابتن طارق دياب قال ليست ركله جزاء، كابتن حسن عموته قريب لله اكثر من نعم، كابتن تمام. وائل رفض الاجابه تمام. خلى المسؤوليه عليك 100% 100%. انا عم اقول انه يبيض يسود، خلينا من رمادي كابتن 100%، ما في رمادي، انا ليس لدي رمادي. طيب ركله او لا، نعم ام لا؟ انا برايي انه ركله جزاء غايه في الصعوبه، انا اعتقد يجب ان ارجوك اعطيني فرصه. طيب انا فقط حتى اضع المشاهد بصعوبه الحاله، انا اعتقد هي بالاكثر هي ليست ركله جزاء، هناك حاله تلامس، ليس لدينا زاويه اخرى لنكون حاسمين 100%، لكن انا اعتقد بظل الظرف الموجود لدينا والصوره الموجوده لدينا المتوفره لدينا، انا اعتقد هي اقرب بان لا تكون قرارا صحيحا. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لك. طيب كباتن، بما انه اقرب طبعا عمليه المسك اولا من الزوادي خارج منطقه الجزاء، ان قلنا ان للزوادي هو الذي ارتكب مخالفه فالمخالفه هي ركله حره مباشره لصالح الاهلي، لكن طرد ازارو لان ازارو ارتكب رد على عمليه المسك خارج منطقه الجزاء باستخدام الكف اليد بضرب المنافس، وهذا سلوك مشين يستوجب الطرد. ان اعتبرنا ان هناك مخالفه لم تكن المخالفه متزامنه، كان هناك مخالفه اسبق وهي مخالفه وهي خارج منطقة الجزاء داخل القوس، لكن ركلة جزاء لا وجود لركلة جزاء نهائيا، لان هناك قرار ان لم نقر